طيب برضو احنا لسه جوه سيدات النادي الاهلي. طبعا كابتن رؤوف عبد القادر مدير نشاط الرياضي الحقيقه اللي بيبذل مجهود كبير جدا، وده زي ما بيقولوا الموسم بتاعه. الموسم طبعا صفقات، بطولات، استعدادات. هو الراجل يمكن عنده ضغطه كبيره جدا جدا مع اللاعبين واللاعبات والاجهزه الفنيه، واكيد هيكون معانا ان شاء الله في حلقه في الابطال عشان يعني يبقى فيه زي حصاد للسنه اللي فاتت كلها بالبطولات والانجازات، وكمان الاستعداد للسنه الجايه اكيد هيكون معانا في حلقه مخصوصه بذلك. كابتن رؤوف عبد القادر والنشاط الرياضي اتنجحوا في التعاقد مع نادين السلعاوي. قصه نادين السلعاوي ابنه النادي الاهلي، طبعا ده صور لنادين. نادين ابنه النادي الاهلي سافرت امريكا، جالها طبعا كابتن السلعاوي، دكتور ياسر نصير، كابتن ماجد طبعا المدير الاداري. طبعا نادين اللي حصل ان هي سافرت امريكا، لعبت في دوري الجامعات، بعد ما خلصت البطوله هناك وعملت على فكره ماتشات كويسه جدا وخدت القاب كتيره هناك في امريكا. نادين بعد ما رجعت النادي الاهلي قالت لك طب انا عايز اجرب الاحتراف، النادي الاهلي اداها حريه الاختيار تماما وتستقرت. وبعد كده قالت لك لا خلاص انا صرفت النظر عن الاحتراف في المانيا، انا عايزه اقعد واكمل مشواري مع النادي الاهلي. دي طبعا جلسه توقيع نادين امبارح، كان كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي حاضر الجلسه، وطبعا والدها الكابتن سلعاوي الكبير هداف بطوله اولمبياد لوس انجلوس. دي نادين. طبعا فرقه السله الفتره اللي جايه هتكون يعني فرقه مرعبه. انا بكلمكم بامانه مع الصفقات، وهنقول لكم كمان في صفقات جايه ان شاء الله في الطريق. الفريق هيبقى مرعب الحقيقه، واحنا يعني متفائلين بيه جدا. السنه اللي فاتت كان في برونزيت افريقيا، ان شاء الله بالتشكيله دي مع محترف كويس ممكن نوصل لنهائي افريقيا وناخد البطوله ان شاء الله. كاميرا الابطال راحت في يعني مراسم او احداث توقيع نادين السلعاوي، صورت التقرير ده، نشوف وارجع لحضراتكم دي. النادي الاهلي ده بيتي، فالواحد طبعا بيبقى سعيد جدا ان هو راجع بيته. احساسي احساس واحده كانت بعيده بقى لها 4 سنين بره بيتها ولسه راجعه السنه دي البيت بتاعها، فطبعا مبسوطه جدا ومبسوطه يعني بشكر جدا اداره النادي الاهلي كلها على اهتمامهم طبعا الكبير قوي قوي، وناس كانوا بتواصل دايما من اول لما قدرت ان انا انزل مصر، فمبسوطه من يعني من ترحيبهم جدا 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 ومقدره كل اللي حصل. المفاوضات بدات بعد ما السيزون بتاعي خلص في امريكا، وكانت بدات طبعا من قبليها ان هو لازم نادين ترجع بيتها وكده. طبعا كابتن علي هاشم متابعني لحظه بلحظه جيم بجيم من وانا هناك، وهو انت معايا انا عايزك، العيب معايا السنه دي، العيب معايا السنه دي. قلت له لا الاهلي بيسي، واكيد لما هنزل مصر يعني هاجي وهتكلم معاكوا وكده، وبدات المفاوضات بيننا وبين بعض. انا الحمد لله مبسوطه جدا ان احنا الاهلي يعني حاطط ذهب الحمد لله كل سنه بيكسب، ان السنه دي قدروا يكسبوا بطوله الدوري والدوري العام وبطوله المرتبط. انا بسعى لتحقيق البطوله الافريقيه وبطولة العربية إن شاء الله مع النادي الأهلي. كلامي كله مع مجلس الإدارة وكابتن رؤوف، إحنا بنقدر نحقق الحاجات المحلية وحاطين رجلينا فيها كويس جدا، والنقلة التانية اللي إحنا عايزين نكسب بطولة أفريقيا ونقدر نحقق بطولات فيها وإنجازات ونحط اسم النادي الأهلي لمكانته الطبيعية، وبرضو إن إحنا نحقق ده البطولة الأفريقية حاجة أول مرة في تاريخ النادي، فأنا أسعى لتحقيق ده. الحقيقه طبعا هي كانت مرتبطه بانتهاء الدراسه الجامعيه بتاعت امريكا، فاحنا كنا متابعين وعارفين كويس قوي ان يعني في شهر 5 بالتحديد هتنتهي الدراسه بتاعتها، فعلى طول يعني كان في اتصال بيها، والعائله هي موجوده داخل النادي الاهلي يوميا متابعين وعارفين يعني تاريخ عودتها. يمكن تاخرت عشان ظروف كورونا شويه وقفل المطارات والحاجات دي، يعني اول ما وصلت يعني الحقيقه بيتها نادين من اول لحظه قالت ده بيتي وانا راجعه،
وانا بوقع من غير اي لا شرط ولا اي حاجه خالص بالمره، لان ده بيتي. وبالتالي زي ما بقول ان احنا الحمد لله يعني 3 سنوات ورا بعض احنا مهيمنين على بطوله السوبر بالنسبه لمصر. فالنهارده بقى في طموحات على المستوى الافريقي والعربي. انا على صعيد شخصي سعيد جدا، لان انا يعني معجب جدا بطريقه الاداء الفني بتاعها. فمن وصفتي ان انا المسؤول عن الرياضه داخل النادي الاهلي، كان من ضمن الامنيات الشخصيه ان انا الاقي نادين ترجع تاني. فبقول لها اهلا بيكي وجود لك باذن الله، ومع بعض نحقق طموحات جماهير النادي الاهلي باذن الله. الحمد لله يعني الصفقه دي قعدنا فيها حبه حلوين من ساعه الكورونا، كانت الدنيا مش مظبوطه وكده، لان هي كان عندها ستيل لغايه امبارح كان عندها عروض احتراف كتير. فالحمد لله ان هي في الاخر يعني اما هي قررت ان هي السنه دي بسبب ظروف الكورونا وبسبب الحاجات اللي حاصله والتاشيرات صعبه وكده، فهي اكيد يعني بدون اي تفكير هي كده كده بيتها النادي الاهلي. يعني لو هي هتلعب في حته هي كده كده هتلعب في النادي الاهلي، يعني حاجه معروفه للكل ان اي حد في عائله السلاوي اكيد هيلعب في النادي الاهلي. يعني السنه دي مع صفقات مع التدعيم مع الجهاز مع كابتن اشرف، ان شاء الله الفرقه السنه دي قادره انها تعمل حاجات كويسه، قادره انها تبقى عند حسن ظن الجماهير ان شاء الله. انا متاكد 1000000% ان شاء الله ان السنه دي مش هتعدي الا يعني ان شاء الله واحنا كسبانين بطولتين او ثلاثه ان شاء الله. الحمد لله نادين رجعت لبيتها، وهي كانت اصلا من اول او اهميتها او اولوياتها ان هي ترجع النادي الاهلي بعد ما تخلص الجامعه. والحمد لله اللي هي رجعت بيتها، وشعور طبيعي لان احنا كاسره كلنا في النادي الاهلي، سواء انا واخوها او والدتها او هي، فشعور طبيعي يعني. والاهلي بيتنا، وانا بشكر مجلس الاداره وبشكر الكابتن رؤوف على الدعم اللي قدموه في لرجوعها. يعني بالنسبه للنادي، اولا ان هو ربنا وفق النادي في ان هو يقدر ياخد بطولات اللي جايه بقى، ويطلعوا من الصعيد اللي هو الاقليمي للصعيد العربي والدولي والافريقي، وان شاء الله يشتركوا بطوله افريقيا وتدخل بطوله افريقيا النادي الاهلي، وترجع تاني كره السله السيدات. وهي بدات من قبل ما تيجي نادين، هي بدات انها ترجع وتتحط على خريطه القاره سواء افريقيا او عربيه ان شاء الله.